هلا سلمى بننتقل لمحطتنا التاليه، وموضوع كثير مهم لكل الاهالي اللي عم يتابعونا، خوف الاهل الزايد على طفلهم، القلق الزايد قديش بيأثر على نفسيته وشخصيته، قديش ممكن يزعزع ثقته بنفسه، خصوصا مع الطفل الاول، لانه بتكون كل التجارب للاهل مبنيه على بناء شخصيه الطفل الاول. بس بنشوف كثير من الاهالي سلمى كثير بيخافوا، يعني كثير شديدين، كثير حريصين، كثير قلقين، حتى الام اذا بتترك ابنها عند حدا بتلاقيه طول الوقت متوتره، خايفه اكله همه، مع انه حاططه مع حدا امين، يعني مزبوط. من العيله اما او اهلها. مزبوط نور، ويمكن هذا الامر بيزيد من المشاكل عند الاطفال بدل ما يقلل منها. الخوف احيانا الزايد، الحرص الزايد عن اللزوم ممكن يعمل مشاكل عند الطفل توصل لدرجة بنسميها الندبات النفسية أو الآثار السلبية، ممكن تخليه طفل غيور، ممكن تخليه طفل جبان أحيانا، غير مسؤول، وغير كثير من المشاكل اللي ممكن تتطور أكثر من هيك. ولكن كيف ممكن نمنع الوصول لهي المرحلة بحد ذاتها، وكيف الأهل اللي عندهم خوف وقلق ممكن نخليهم يهدوا ويعرفوا يتعاملوا مع أطفالهم؟ كل هاي الأسئلة رح تجاوبنا عليها طبعا اختصاصية التربية الخاصة للأطفال ريم سعد. أهلا وسهلا فيك ريم. أهلا وسهلا، يسعد أوقاتكم. صباح الخير. خلينا بالبداية نحكي إنه الخوف والقلق شيء طبيعي، يعني كلياتنا كأهل بنمر فيه، بنخاف على أولادنا، بنكون قلقين قديش فينا نأمن لهم المستقبل، نعيش حياة ظريفة. بس إيمت بنقول إنه هيدا الخوف صار غير مبرر، او قلق زائد يعمل، يعني بيخليكي بحاله من التوتر الدائم، هي التوتر بينعكس على طفلك؟ ايمت هون لازم نقول لا لازم ننتبه كاهل عند هي الحاله؟ الحقيقه بننتبه دائما، يعني هي غالبا بتجي عند العيال على الطفل الاول. صحيح. والطفل اللي بيجي بعد تاخر انجاب، والطفل اللي بيكون الوالد والوالده عمرهم يعني بمفهوم انه شوي. كبير اكبر، فبيكون صار الخوف صار ما أنا خوف او قلق طبيعي، بننتقل للخوف او القلق المرضي اللي هو انه لا يوقع، يجرح، موجوع، تعبان. الفصل بيكون عن الام بيكون كثير صعب، واذا تجرأنا وفصلنا الطفل بطريقه كثير طبيعيه وحلوه، فبنلاقي بصير الام بقى بكثير عندها مشكله انه هي انفصلت عنه، بصير الشغل مع الام أنه تتقبل انفصال الطفل عنا لأنه صار شيء استملاكي، ما عادوا هي التربية الطبيعية عيلة أم وطفل عندها. طيب ريم خلينا نحكي أكثر، اليوم مثل هاي الحالات أكيد بدها مؤشرات، يعني اليوم لحتى نقول في مشكلة بالطفل بسبب سلوك أهله معه، أو المشكلة بالأم نفسها بسبب تعلقها مثل ما قلتي الزايد، شو هي المؤشرات اللي بتدلنا أنه نحن عنا مشكلة هون؟ تماما. مثلا ابسط شيء بتقلك ماما انه انا ما بقدر اتحرك لحالي حتى بقلب البيت، لازم يضل مرافقني حتى لو بدي اعمل اي شيء خاص، فهو دائما ماشي معي، ما في نغيب عن عينه، في صراخ، في بكاء، ما بيعرف يطلب مثلا المي من دون ما ينق او يبكي، دائما هو متوتر، دائما عم بينق، في بكاء، بدها تروح، ممكن يكون عندها شغل، ممكن يكون عندها شيء اضطراري بدها تبعد عنه، فهو بيقضي الوقت بالبكاء وبالنق وبكل هاي التفاصيل، بتلاقي حلقه وجعه لو ذاته نزلت من كثر البكي، وهو بيكون بكاء ما في له يعني سبب حقيقي لإله، بتلاقي الام متوتره، اتصالات كثير، اذا كان هو عند مثلا تيتا ولا كان بديكر بروضه او كان باي مكان هي حاطته عنده، الام كل شوي بتتصل مرعوبه، فهي يعني لا قدرت تفصل بطريقه صح ولا قدرت تنجز المهمه اللي رايحه تاديها بعيد عن طفله، فهو دائما لصيق فيها. بس امتى بصير عبء؟ وقت نقطع ثلاث سنين ونص بصير عبء على الام، يعني بصير شيء ضاغط. طب خلينا نحكي عن هي السلوكيات، قديش بتاثر، كيف فينا نضبطها؟ يعني في كثير من الناس بتقول لك انا ما فيني اضبط قلقي، خوفي، توتري، لانه اشرتي لنقطه كثير مهمه، هي الامور مقبوله تحت سن ال3 سنوات، بعد سن ال3 سنوات لانه الطفل بصير له شخصيه وكيان، ما في يكون مرافق لامه بشكل دائم، يعني مو مدار ال 24 ساعه، فخلينا نعطي بعض النصائح لكل الامهات، شو هي السلوكيات اللي بحاول قد ما فيني خففها واضبطها، لانه تدريجيا بدها تخففها، مش قادره هي تكبس زر وتعمل كنترول على حال الام، بس قديش فعليا فيني انا اضبط هي السلوكيات، ما بالغ برده فعلي قدام الطفل لحتى ما يصير جزء اساسي من حياته الطبيعيه اليوميه اللي ما فيها تقدر تتعامل معه. تمام. هلا نحن كيف من نعطي طفل قلق، او كيف انا بكون ام قلقه من دون طبعا ما اشعر بسلوكيات بشوفها كثير طبيعيه وهي عاديه؟ صحيح. يعني هي نحن الطفل مثلا له عمر للانفصال عن اهله بغرفه النوم،
فانت بيجينا اطفال لهن 3 سنين 3 سنين ونص 4 سنين لسه هن بغرفه النوم مع اهلهم. هذا ما انفصل كيانه الجسدي ما انفصل عن كيان امه، هن لساتهم لاصقين كانه جنين. هذا كثير مهم. حتى لو كان بتخت لحاله؟ طبعا حتى لو كان بتخت لحاله في حدود. احنا دائما بنركز على الشيء الحدود. من اهم الاشياء اللي بنشتغل عليها قواعد بالفصل هي الحدود. اللي انا حدودي اللي مثلا كاس، يعني ابسط شيء مثلا انا عم بشرب او اكل سندويش او عم بشرب كاسه شاي او عصير، فبيجي ابني هاد بانه بده مني، فانا ايه بعطيه، لا انه هي حعمل لك وحده احسن منها واطيب منها بس هي الي. هذا شيء مريح لقدام. هون الام تقول لا معقول اكسر بخاطره وما اعطيه، نحن مطعمي تمام. فمن هون ببلش الطفل اول شيء بخلو عنده يعني نمطين، استحواذي حيكون على الام، بخلو عنده انانيه، وبخلو عنده ما عنده مراعاه للحدود. اي شيء عند امه متاح له، بحيث ما بقدر يكون الشيء اللي عنده هو متاح لامه او لاهله، وبخلق له الشيء الاهم، بخلق له ضعف، ضعف بالشخصيه وضعف بالتصرف. ما بنلاقي طفل قادر على حل مشكلات، اي مشكله حتسبب له ازمه وبكاء وما بيعرف شو يعمل. فهو اعتمادي. ثاني شيء ضغطه على امه حيبلش بقى يطلع عنده سلوك عصبي اللي هو ممكن عياط، صراخ، ممكن احيانا ضرب ولو كان خفيف، بس لانه هي فقدت السيطره، ما صارت مضغوطه من كثره الطلبات، لانه احنا بنكبر طلباتنا بتزيد. صح. فاهم شيء انه انا اخلق حدود، ما اقول انه الولد لا، ما اقول بطل يحبني، معقول ما يجي لعندي، بس ما بقدر انام بلا هي. هذا يعني هي مؤشرات ما أنا صحة نفسية خطيرة، هي ما أنا مؤشرات صحة نفسية أو دلال أو محبة، لا. هذا اسمه هدم للعلاقة بين الأم والطفل، والأهم هو هدم لبنيانه النفسي للطفل. أكيد. فأهم شرط فصل النوم والحدود. طيب خلينا نحكي أكثر اليوم. المشكلة مثل ما قلتي صارت تشخصت من خلال المؤشرات اللي حكيتي عليها، وصرنا قدام واقع طفل أو أم يعانوا من مشكلة التعلق أو الخوف الزائد، كيف بداية الحل؟ بداية الحل الفصل طبعاً بده يكون بمكان آمن، بده يكون بروضة، لأنه فصل عن تيتا ما كتير بزبط، فصل عن ممكن يواجه عناية أخرى ببيت آخر، تمام، يعني عناية لعناية من حضن لحضن. صحيح. فبده بده يكون بمكان، بس الأهم إن الأم توعى لضرورة هذا الفصل، ما تقول لا صغير، لا لا، هو حقيقة العمر المبكر بالروضات بيعطي منتج كثير. هي ناطره ملاحظه، لانه كثير بيقولوا لك مثلا عمر صغير ما خرج، لا، حتى النتائج بعمر مبكر للطفل بتعطي نتائج ايجابيه على شخصيته. شو هو العمر اللي لازم يفوت فيه بهيك حاله؟ هلا في دراسات بتقول سنه، في دراسات بتقول 6 شهور. طول ما الام قدرانه تنفصل عن الطفل، طبعا احنا هلا ظروفنا انه يعني الوالد والوالده بيشتغلوا. صحيح. وبيشتغلوا فترات طويله، فهن مجبرين انه يحطوا الاطفال كثير، يعني كثير انحظت وضل السنه الطفل معها بالبيت باجازته، فهذا ما بيصح للكل. 6 شهور يعني 6 شهور هذا الماكسيموم تبعهم. صحيح. فمن 6 شهور هلا ما حق تخاف، وهذا بيبي ما بيعرف يحكي وكل هاي التفاصيل، بس اختياري للمكان الامن هي طب وضعه لساعات طويله بالروضه، يعني هلا لما نقول فصل واختيار وكل هي بتاثر على شخصيته، لما اقول فعليا الام بتداوم لفترات طويله، وبنعرف احيانا انه الدوام الطبيعي للوحده ونص تنتين، بس احيانا للخمسه لانه في شغل. صح. طويل. صح. بياثر على شخصيه الطفل ولا التاثير بيكون وقت انا ما اعطي الولد وقت ارجع معه على البيت الساعه حقه. المثمره اللي انا وياه مثلا وبابا او اخواته في ساعه مثمره، ساعه ذهبيه على قد استطاعتي، هي بتعوض لي كل النقص تبع النهار. لا حامله موبايلي او هو عم يحكي وانا بقول له ايه، لا مو هيك بتكون القصص. يعني غالبا الامهات بيكون الجهاز بايدهم او عم يطبخوا او انا متقدر الضغط، بس من نص ساعه على الساعه مو كثير. وقت حلو، وقت لطيف، انه دغري بيجي بينام. طيب اوكي، يعني بدنا ننظم مثلا. احنا قررنا يكون عندنا طفل ونكون ام عامله، معناتها بدي اضغط على حالي وبدي اتعب. صح. هو تعب ومرهق، بس انا قراري اللي اخذته. اكيد. يعني اليوم هيك حكينا بالمختصر مثل ما بيقولوا عن بدايه الحل لمشكله القلق والخوف والتعلق الزائد. نتمنى اكيد طبعا نحكي بحلقات قادمه عن تفاصيل ثانيه، وخصوصا دائما معك بنقول 6 سنين هن 6 الاساس
بتنشئة الإنسان بالمجتمع. شكرا لك أستاذة ريم. شكرا لكم.